أصدقائي الأعزاء، مساء الخير، مرحبا بكم في حصتكم دل الخيل في قناتكم قناة النهار. إيه حبيت سقسيكم بركة ولا توجبوني، معليش وجبوني وي ولا نو داكوغ، إيه ولا لا، اسكو حنا ممتومة راكم تشوفوا فينا جزائريين، يعني كنت تكونوا في فرنسا ولا تكونوا في العالم كامل جزائريين. أوكي نزيد حنا مسلمين، واش قلت ايه؟ فوالا مسلمين. بلا اسكو يجي في العقل في بلاد كيما تاعنا يكون زيد وحده مريضه عقليا، ايا نقولوا مريضه عقليا، ومواليها ما عندهمش امكانيات، اسكو سي بوسيبل؟ نقول لكم ماشي انتم شوفوها، اسكو سي بوسيبل؟ شكون اللي عنده قلب باش هاد المراه هادي مع بنتها مريضه عقليا تتحاوز وتصيب روحها في الشارع؟ صافي غير باسكو نقول سي با بوسيبل، تسمى ما تجيش في البال منا كاين امكانيات، يعني ما تدخلوا لنا ما عندناش دراهم ما عندناش باش نعطيو لابارتمان. استدقولها ابارتمان يا سيدي، ما تخلص والو، استدقولها. ولا انتم مالي كاين لي زونتربريز شركات ومنا ولي مليار وما عارف واش وكلش، ما كاش واحد يا سيدي يكري لها. شوفوا معنا جوستومون هاد الطفله هادي فلا، شوفوا معنا. داخل غرفة واحدة تعيش فلا ووالدتها بابتسامة لم تفارق وجهها استقبلتنا، فتحت لنا الوالدة قلبها وسردت لنا معاناتها. جاتها لمين نجيك يا صغيرة، عندها تسع أشهر وقعدت نداوي فيها، دخلت سبيطار قطار بني مسوس، ومن بعد عدت نداوي فيها برا بس بيطارات يقولوا لي ما كانش تيق صرايين بكري، كانت تيق صرايين قالوا لي لازم تديها وتجيبيها، وانا بكري ما كانش عندي لا طوموبيل وتيق صرايين، كيعرف وين كانت في غابه هكذا. كيما شفتيها مازالت عقلي الدراري، مرات تحب حوايج تاع الدراري، مرات تحب تخرج، تحبي تخرج هكذا نقولوا الزنقه تشوف. ابتليت فلذة كبدها بحمى في الصبا تسببت لها في شلل دماغي ما فقدها نعمة العقل. لم تجد فلا سوى صدر أمها الحنون التي تسهر على رعايتها. الحمد لله ولفت بها دوكا هكذا كما نرفدها نقودها نغمال، عندي نغمال من عياش قاع بها الحق، اسمها تبدا تاعي والحمد لله هذا دوكا هكذا كما كتشوفي فيها. هي ندوشها، شوفي لي راني دايره مجيريه حشاك باش ندوشها تما البيدون هذاك، ما نقدرش نجيب نشي لها كرسي باش تقعد عليه، وين تحطيه تما البيدون هذاك راني حشاكم الحمد لله، وني نصح من ربي ونشكر. عوز مادي تتخبط فيه هذه العائلة تركها على المحك، فهي اليوم مهددة بالشارع. احنا ماذا بينا ان شاء الله الجزائر تاعنا تعاونني نحوس على دار برك، ما نخش للشارع هذا مك، ما عندك وين تخرج كما هذه، شكون يقبلها لك؟ انا نقول نروح لابامي نخدم نعاونهم الواس يشدوني، بصح تعود ما عندك طفله تطيح على حاجه، كون طيح على بيفي طيح على حاجه تكسر، هذا ما كنت نحوس على حتى حاجه،
القوت الحمد لله، ما نقولش على القوت، ربي اللي خلقنا ما يضيعناش. هو نداء استغاثة لإنقاذ فلة وأمها من الشارع، فمن يأوي ويرأف بهاتين القوارير ويكون سندهم في هذه الدنيا. شتو خلينا لكوتي تاع الأم وكلش، بصح راه يدير خدمة تاع نورمالمون تاع جمعية ولا تاع كاش، سي با بوسيبل. هي وحدها تشد الطفلة هادي وحدها، عقل تاع طفلة تاع 5 سنين ولا 4 سنين، وهي قولكم شحال هذا في عمرها، شكون اللي يصيب؟ صبتو ما هانو امبوسيبل. ميم كي تشوفوها هكذاك 42 سنة، هادي 42 سنة ويماها تغسلها، شغل بيبي، شغل بيبي تغسلها. وفوق هذاك الشيء إمكانيات ما كاش، دخل تاع دراهم ما كاش، نهار كملو هي مع بنتها. ونعاود لك يعطيك صحة يا يما، والله غير نقول لك اتونسيون، يفو دو لا فولونتي، كملي راه كيف ما عندك حسنة كبيرة عند ربي، أنت عندك حسنة، واللي رايح يعاونك عنده حسنة كبيرة عند ربي. شتي كيفاش؟ أنت حسنة، وهاد السيدة هذا على بالي يكون واحد يتليفوني ولا يدي لها دون تاع بارتمان ولا يكري لها ماش عرف يعني، وما يحميوها من الشارع. فوز ايماجيني هادي في الشارع، ها هيا هيا ديروا حاجة لحم والديكم، نتكل عليكم. نعطيك صح. وانت يا يما شدي دوك تشوفي جزائريين، دوك تشوفي شوفوا حالة واحدة أخرى، حالة نوع واحد آخر، حالة السعودية. شوفوا معنا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. سعدية زهرة في عز شبابها ابتليت بالمرض فأطرحها الفراش، مرض لم يفقه الأطباء علاجه وترك سعدية تتجرع قساوته. 4 عمليات جراحية كلها كانت فاشلة. هذا السبيطار تاع ليستو اللي داروا لها العمليات 4، مانيش عارفة 4 اللي داروهم لا ما جابت حتى ولا نتيجه، ما با ما عطاونيش حتى التقرير الطبي تاعها، راني غير راحه وجايه عندهم التقرير الطبي في النجمه، ما عطاوهني في الايش، ما عطاوهني. بنتي هذه شافيها، انا نحوس نفهم بنتي شافيها، قالوا لي لي بيلون جينيرال دينا لها ما فيها ليباتيت، ما فيها حاجه تاع تقولوا داك المرض خابط، ما فيها والو. قالوا لي ما في راسها ما عندوش حل. نورمالمون لافاف الاولى تجيبها، الاولى الشغل داروا لها عمليه لافالف الاولى، قالوا عمليه صغيره لافالف صغيره، هذه مولات 20 عام يديروا لها لافالف تاع غريان، الزوجه بدلوا لها لافالف قال لك ما يشتمشي. كيف 48 ساعه زوج عمليات في راسها، حيرتني. من بعد شهرين عمليه ثالثه، 4 شهور العمليه الرابعه. شلت سعدية تماما واصبح لديها رعشه في يديها لا تفارقها. سعدية اليوم سئمة المرض وتبحث عن العلاج بشتى الطرق. أنا نحوس يكون يا ربي حاجة، ماني طالبة لا ملاجة، ما يعطوني والو، يرفضوا سعدية يدوها. قالوا لي الأطباء في تونس يدوها لي برك، يعالجوا لي، يرجعوا لي سعدية برك، يرجعوا لي سعدية كيما كانت، ماني طالبة والو. والطباء راني مسامحت لهم الدنيا والآخرة، اللي تمكروا لي في بنتي حسبي الله ونعم الوكيل. طالبة في وجه الله عندي عمل. الوالدة تبحث عن قلوب رحيمة ونفوس طيبة تساعد ابنتها في العلاج، علها تستعيد عافيتها. نو، on peut pas. وش بنادم يعلق؟
قاعدوا خزروا فيها شغل السينما. Personne ne peut faire quelque chose. Trois valves, quatre valves, même chauffe. Hydrocéphale, le on ne peut pas le sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a des moyens fait au Nus ou ma cachenaya? Fais-moi, n'a pas de problème. C'est pas possible. Wesh, Allah l'adim, wesh, n'a de misé de m'a d'acheté. Est-ce que je suis tout, mlier? شتو الحاله تاعها هكذا عندها لا فولونتي باش تقول لك نحب ندير العمليه وانت اللي عندك لي مويان قاعد تخزر فيها ديبلوكينا الدراما داك وعد ما تديهمش معاك كاع ايا دير حاجه مليحه في حياتك نراي ناس راهم غير يهضروا على لي مليار دوخونا والله العظيم غير دوخونا وهادي تخزر فيها عاونوها لا يحم والديكم لا يحم قدكم ما سحقني دراهم لا طوبه تسمح لهم واش زيد ما داك الشيء ايا سيبو دير ديروا حاجه ما نتوما راكم في الخارج تعاونوا ديروا خلصوا لها بيي دافيون ديروا لها الفيزا تروح ولا هنا لي ميدسا تاوعنا سي با بوسيبل سي با والله العظيم شوفوا دغ نشوفوا حل وسمحوا لي باسكو سي با بوسيبل باش يشوف هكذاك ويبقى بارد ما كاش منها كاع شوفوا حالة حمد شوفوا معنا احمد لم يجد من الحياة سوى ذنكها عانق الحرمان واستأنس بالمرض حرمه العوز والإعاقة من رغد الحياة الكريم لدرجة أنه يتنقل تسحبا على الأرض ما لقيت لاش الكرسي كي ديت دفعت له الدوسي مديرة مسكينة ما صابت كي دير ما صابت لهم كاع لقات الحالات ياسرة وهي كون محسوب قالت لها كلاسة ولا حاجة بقدر لهم جيها ودي لهم الطوابل والكلاسة ما لقاتش ما عندهاش هذا زاد كاع مبلع المخلوق وحليناه ياك وكنت نشري له قشكر هذيك البوش هذيك اللي كانوا يديروها 24 وانا شري له فيها قلت ما راح خيب الكوش ما يقضى حتى البلاصه قال ما بدل له فم واقع يندى له الجبين فهذه البراءه تتجرع قساوه المرض وتعيش الحرمان التام فابسط الحقوق حرم منها احمد يا عباد الله خذوا العبره من هذا الطفل خذوا العبره من هذا الطفل ونوجه نداء الى المسؤولين القائمين على القطاع باش ينظروا لهاد الحالات وماشي غير بمناسبه اليوم طول سنه لان المعاق يعاني طول سنه امراض متعدده يتخبط فيها هذا الصبي ووسط ظروف صعبه لم يجد الوالد باليد حيله هي صور تعبر عن نفسها وتروي تفاصيلها قساوه الحياه فلا تبخلوه بمساعدتكم يا أهل الخير والله ولا بنادم ما يسب شو شيء خلاص سيبوا يا مصطفى والله العظيم سي زينب سي بوسيبل دو ريستي كوم سا سي بوسيبل دو فوار سا هذا عبد عبد شتو كيفاش راهو تاني روحو ورا المستقبل تاعو نهار كامل احنا نهضروا المستقبل اللي عنده رجليه ويديه وراسه راه يخمم على المستقبل تاعو وهذا اللي ما عنده والو غير انتو ما مستقبل وليدي مستقبل بنتي ومستقبل هذا بقاو شوفوا فيه يعني تفهموني بلي يا باي سوليوشن دي بروتيست ما قلتلكمش بلي يولي يمشي يجري يدير لا كورس سيبوا له حال سلكوه باش يروح وما يروح يقرا سي محمد ماشي راه يقرا راهو يكبر هذا ويبقى هكذاك ما راهو يطمع في الزواج ما راهو يطمع في 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 في, في سبور ما والو عطيه لي كونداني ما لا عاونوه ما يصرفوا لا موضوع اخر مفقودين شفتوا على
واسمه محمد محمد عطله، شفتوا عليه؟ هو خرج من الدار وما بانش كامل. هيا عندكم مفاجأة، وما باش بنادم يرتاح شوية يا أخي، هكذا كيك شوز دو بوزيتيف. شوفوا معنا، شوفوا. يحوسوا عليه بارتو. شوفوا شوفوا كيفاش الشباب، شفتوا كيفاش يحوسوا عليه بارتو بارتو، ما جاهمش في بالهم وين يصيبوا وين يصيبوا. إبا شوفوا مفاجأة، باسكو عمو راهو معنا في الهاتف. اسمعوا اسمعوا معنا. الو الو، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راك؟ والله لاباس الحمد لله. كاش حاجة يعني اللي تفرح؟ كاش ما عندك؟ الحمد لله. بدأنا بالحمد لله، بدأنا بالحمد لله، يعطيك الصحة. الله يسلمك، الحمد لله. احكي لنا احكي لنا. الحمد لله صبنا محمد. الحمد لله كثر خير ربي. يا وين صبتوه؟ صبنا خدام في العاصمة في باب الواد. ما تزيد ليش؟ خدام في باب الواد؟ هو صغير. لقينا خدام لاباس عليه، ما يخمم ما والو، ما يعيط لكم ما والو، ما هاتف ما بصح بصح هذوما اللي راح يخدم عندهم. سمعوا لي او يسمعوا لي، كيفاش يجي كيفاش يجي طفل ما عنده مواليه ما والو يجي ويخدم؟ واش كان يخدم؟ واش كان يخدم؟ والله غير دخت على بالك. كان يخدم لاباتيسري. لاباتيسري تما هذيك كاع لا باتيسري اللي كانوا ياكلوها جازت من يد واحد اللي مسكين. كذب عليهم باش خدموا، كذب عليهم باش خدموا. يكذب ولا ما يكذبش؟ بصح شحال عنده في عمره؟ عاود لنا العمر تاعه. في عمره 16 سنة. كيفاش 16 سنة؟ يا اخي سي انتيردي باش يخدم، إلي مينور. حبوا يخدموا له لي بابي باش يدخل ستاج، يدير ستاج. قال لهم الاب تاعي متوفي وشغل باش خدموه، شغل بكالهم شويه باش خدموه على هذيك اللي يخدم. سمعوا شوفوا بالكم على اولادكم، شوفوا كيفاش يكذبوا. ما عنديش مواليه ومنه وكلش، ردوا بالكم. ما عنديش مواليه وخدموه والحمد لله يا ربي، كثر خير ربي يطيح في يد مؤمنه وخدموه وستروه الحمد لله يا ربي. واش نقول لهم؟ دو نوت كوتي نقول لهم يعطيهم صحه اللي ستروه يا اخي، يا اخي هكذا دو نوت كوتي يعطيهم صحه، يعطيهم صحه الحمد لله كثر خير ربي الحمد لله. وين راهو درك؟ في الدار او في الدار؟ نورمالمون دوك راه في سكيك دار، راح يخدم راح يتريني في الاخر تاعو. خلاص مواليه سمحوا له. سمحوا له، درنا له حفله ودرنا وعده ودرنا. ما تزيد ليش؟ الحمد لله والله كثر خير ربي. احنا المهم يعني صبتوه يعني فريمون. الحمد لله الحمد لله كثر خير ربي الحمد لله. الله يسلمك، يعطيك صحة، يعطيك صحة. ودوك ردوا بالكم يعني عليها يا اخي هكذا. يعطيك صحة. بسلامة. بسلامة. دوك نختموا مع واحد الجمعية يديروا خدمة ما كان له نظر، تصور يهضروا وحدهم، شوفوا معنا. شعور جميل وأنت تطرق باب اليتامى والمعوزين لتفاجئهم بصدقة أو حاجة لطالما حلموا بأن تكون من نصيبهم. جابوا الكوات، جابوا لي تلفزيون ما ركبتوش، جابوا كثر خيرهم اللي جابوا لي، يعني فهم أنا صحيحة نبرة أولادي، عندي ربع دراري نبرة أولادي الدنيا ما فيها. بطانيات، ملابس ومواد غذائية تسعى جمعية كف اليتيم لتقديمها للمعوزين والأرامل. معا لنمسح دمعة يتيم، وبمعنى
أن الجمعية تقوم بالشباب تاعها اللي موجود معاها، دائما نقوم بحملات تطوعية من أجل مسح دمعة اليتيم. كما لاحظتوا في الخارجة تاعنا، يعني رانا نقدموا أشياء مثل التلفاز، مواد غذائية، أجهزة إلكترونية. هدف محمد الوحيد هو إعانة اليتامى وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم. إطعام جائع أفضل من بناء ألف جامع. من هذا المنطلق أن الإنسان حتى المحسن، احنا ما نطلبوش منه أموال كبيرة، يعني حسب الطاقة تاعه، حسب القدرة تاعه. احنا نقولوا الجبل يبدأ من حصى، من حصى. من هذا المثل يعني نقول لك بكل صراحة، المحسنين نقول لهم ما تبخلوش علينا ولو بالشيء القليل. رسم البسمة على وجوه هؤلاء هو غاية السيد محمد من عمله الخيري. نزيدو هكذاك، والله عجبني هذاك لو بتي، الله عجبني. يعطيكم الصحة يا جمعية، واش نقول لكم؟ يعطيكم الصحة، شفتوكم سي بوسيبل، شفتو لي زالجيريان كاش قادرين، واش نقول لكم؟ نتلاقاو نهار جمعة العشرة، يعني نهار جمعة الصباح بدلنا الوقت، ولينا نهار جمعة العشرة نتلاقاو. ويعطيكم الصحة، يعطيك صحة زينب، يعطيك صحة عادل، عبد القادر، أسماء، خديجة المخرج تاعنا، يعطيك صحة يا نقول لك ونعاود سي مصطفى، يعطيكم الصحة. هيا نتلاقى.